هي ان جامعاتنا الحكوميه دايما مميزه، دايما تدخل مسابقات ودايما في تقدم ودايما في المراكز الاولى. مش بتكلم على المسابقات او المنافسه المحليه فقط، احنا عندنا جامعه اسوان مثلا حصدت المركز الاول على مستوى العالم كله في الاستشهادات البحثيه وفقا للتصنيف البريطاني للتايمز للتعليم العالي. طبعا ده تصنيف دولي. كمان الجامعه ظهرت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم كله، وحصلت كمان على المركز الأول بين الجامعات المصرية. بنسعد لما بنعلن أن جامعة أسوان أصبحت من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم. احنا النهاردة بنتكلم على تصنيف التايمز هاير إدوكيشنال أو التصنيف التايمز البريطاني، وده تصنيف عالمي بيصدر كل عام. الحمد لله جامعة أسوان بتتميز بالأبحاث العلمية في عدة تخصصات، وأخص بالذكر التخصصات الحياة الهندسية والعلمية، ودي اللي بتضعها في مكانة الحياة متقدمة. فدي يمكن هي الحاجات اللي بتحط جامعة أسوان الحياة في مكانة متقدمة النهاردة. الوصول لهذه المرتبة ليس كان بسهولة، ما بالعكس دي خدت مجهود شاق على مدار السنة الماضية، وهي كل سنة الحمد لله رب العالمين بنقدر نحافظ على المستوى ده، بنتقدم سنة عن الأخرى، وده طبعا تحت رعاية الأستاذ دكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان. الحق يقال ان عشان نوصل لهذه المرتبه مجهود جامد جدا من جميع القطاعات. لان شاء الله الرحمن السنه القادمه لاننا نتبوأ مراكز اخرى واعلى ان شاء الله.